تفضل يا روحي. الحمد لله على السلامة. يا على أبوهم، لكن على أبوهم كلاب. لك دمعونا يخرب ديارهم. الحمد لله على السلامة. كذاب أطلع. منصوري الله. الله معي الدين. أما حلب الصامدة وأهلها الأبطال فلن يهدأ بالنا حتى تعود آمنة مطمئنة. وما العمليات العسكرية اليومية هناك والشهداء الذين ارتقوا من كل سوريا فداء لحلب إلا دليل واضح وملموس أن حلب في قلب كل سوري، فكيف لجسد أن ينسى عينه أو قلبه أو كبده؟ فتحية للجيش العربي السوري. وزيرة الشؤون الاجتماعية وفي لقاء موسع مع أهالي معظمية الشام في محافظة ريف دمشق أكدت أن الحكومة تحرص على إيصال جميع الخدمات إلى المواطنين بأسرع وقت ممكن. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ريما القادري أن الحكومة تحرص على إيصال جميع الخدمات إلى المواطنين بأسرع وقت ممكن في كافة المناطق. وفي لقاء موسع في محافظة ريف دمشق دعت القادري المواطنين إلى التعاون مع المؤسسات الحكومية
لتسهيل عودة الحياة الطبيعية إلى جميع المراكز والدوائر الرسمية في المناطق التي تم تطهيرها من العصابات الإرهابية. دائما نحن بيكون في عنا حرص على المال الأهلي. المال الأهلي هو مال عام، يعني بس يدخل حتى يكون عم يستخدم ضمن الجمعية هو له صفة المال العام، فواجبنا نحن أنه نحن نحافظ عليه ويكون فعلا هو عم يستخدم لخدمة الأهالي ولخدمة المستفيدين، ما يكون في له استخدامات أخرى. هلأ طبعا كل ما قدرتوا أنتوا تكونوا شركاء معنا بأن تكون ظروف الحياة ضمن المعدمية هي ظروف مريحة ومناسبة، وكلنا تحت سقف هذا الوطن عم يكون في عنا نفس التوجهات، فبالتأكيد هذا كمان بيكون بحد ذاته تلقائيا كل المنابر الفاعلة ضمن المنطقة هي بتتفعل بما فيها الفاعلين بالعمل الأهلي. كل شيء فينا نأمنه هلأ لأهلنا بالمعظمية رح نأمنه، المساجد والترميم والأضرار المتضررة المساجد رح نتعاون نحن وزارة الأوقاف ونرممها، مع المدارس بالتوازي فورا، الخدمات المطلوبة للطلاب فيما يتعلق بالعملية التدريسية رح نأمنها، الموظفين اللي كانوا مفصولين كلهم هدول رح نحن عمل طلبنا منهم قوام، اي واحد عنده اشكالية نحن رح نساعده بحل الاشكالية يرجع لعمله، يعني حتى الاستاذ يرجع لانه بدي الكوادر الموجودة هناك هي اللي تشتغل. توجيه كتاب لمديرية المصالح العقارية بريف دمشق لإرسال فرق مساحية لإعادة بيان حدود أراضي المعظمية، لأنه هلأ إذا بدنا نرجع نزرع أو نعمر وإن شاء الله تتعمر البلد بوجود جهود أهلها وحضوركم وجودكم كلها، إنه ترجع تحطوا المعالم النقاط الأساسية حجارة تخوم لأراضي المعظمية، حجارة المساحة، هذا شيء ضروري متطلب أساسي للبلد. الحمد لله اللي وصلنا لهالمرحلة حتى نقدر نوصل صوتنا صوت معاناة طلابنا خلال الفترة الماضية. بس أنا بحب قبل ما أقول معاناتنا نوه لشغلة أنا ملاقيتها كتير مهمة وكبيرة، نحن خلال 3 سنين كل هالمعاناة ومدارسنا قائمة وكانت نتائجنا ممتازة رغم كل هالظروف. كلنا سنكون شركاء في العمل على الحفاظ على المعظمية، على تأمين كل ما يلزم لها من خدمات و من أمور وقضايا سواء كانت أمنية أو عسكرية أو خدمية أو معيشية، في كل ما يتعلق للحفاظ على هذه المدينة، للحفاظ على أهلها وشعبها، للبقاء على وضعها الوطني الصحيح ضمن خطة الدولة السورية، وسنعمل يد بيد معكم وأنتم الخطوة الأولى وأنتم الأصل وأنتم الأساس. اللقاء انتهى إلى متابعة حثيثة لعمل اللجان الحكومية في جميع القطاعات الصحية والتربوية والخدمية بالتنسيق مع الأهالي لإعادة تأهيل المرافق في معظمية الشام. جمهورية روسيا الاتحادية تقدم دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية تم توزيعها على أسر الشهداء والجرحى وعدد من العائلات في بلدة معربة التابعة لمدينة التل. في إطار دعمها لصمود السوريين، جمهورية روسيا الاتحادية تقدم دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية تم توزيعها على أسر الشهداء والجرحى وعدد من العائلات في بلدة معربة التابعة لمدينة التل. هذه البلدة التي لم يلوثها الإرهاب احتضنت عددا كبيرا من الوافدين من عدة مناطق سورية. بدأنا عملنا في تقديم الدعم للشعب السوري منذ بداية الأحداث، منذ أن ضرب الإرهاب هذا البلد، وسنستمر في دعمنا إلى أن نحقق معا انتصارنا على الإرهاب وأن يحل الأمن والسلام عاجلا على هذه الأرض. أصدقائنا الروس يقومون بتوزيع سلل إنسانية على الأخوة الوافدين إلى بلدة معربة. هذه البلدة لم تعاني من الإرهاب ولا، وكانت صامدة ومقاومة وكانت آمنة بامتياز من أول يوم في الأزمة، حيث كان فيها الأمن والأمان والاستقرار، لذلك أتى إليها الوافدين.
الأهالي عبروا عن امتنانهم للدولة الروسية شعبا وقيادة على مواقفهم الداعمة لصمود الشعب السوري، مجددين وقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب التكفيري حتى تطهير تراب الوطن من رجسه. أنا من دير الزور، عرفت شلون، حاليا ساكن بسبب الأحداث بمعربة، وإن شاء الله يعم السلام على البلد كله ونرجع لبلادنا. إن شاء الله هالوطن بيصير بخير مثل ما كان وأحسن يا رب. أنا من محافظة إدلب، والد شهيد، نزحت بسبب عمل إرهابي، وأشكر الأصدقاء الروس الذي وقفوا معنا. الأمل يرتسم على وجوه السوريين، مصدره ثقة كبيرة بإنجازات الجيش العربي السوري والأصدقاء الروس الذين يقدمون كل أنواع الدعم للشعب السوري. وزارة الإعلام وبالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان أقامت ورشة عمل حول حظر تجنيد الأطفال في الأعمال القتالية. تنوعت أشكال تجنيد الأطفال في سوريا وفي مخيمات الدول المجاورة، واكتسبت مظاهر دموية غير مسبوقة استهدفت الطفل بعمر الرابعة، حتى باتت الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها داعش تتفاخر بتجنيدها للأطفال. لهذا السبب أقامت وزارة الإعلام وبالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ورشة عمل حول حظر تجنيد الأطفال في الأعمال القتالية. ظهر تجنيد الأطفال هو عبارة عن، كما قلنا، عبارة عن كارثة إنسانية وكارثة أخلاقية واجتماعية، حتى هي تصل إلى مستوى الجريمة البشعة، لأنها تحرم كما قلنا الطفل من حقه في الأمان واستقرار وسلامته الجسدية، وتقتل الطفولة والبراءة لدى الطفل، وهذا ما تقوم به هذه التنظيمات الإرهابية. وهنا يبرز دور المؤسسات الحكومية والدولة بشكل عام، ودور وزارة الإعلام بشكل خاص لتوعية الشارع السوري بشكل خاص حول خطورة هذه الظاهرة وأثارها السلبية على المجتمع السوري، خاصة في المستقبل. كما تعرفون يعني سوريا إن شاء الله بعد الانتصارات التي تحققها قادمة على إعادة الأعمار، إعادة أعمار الحجر والبشر، ولكن الأهم هو البشر. محور الحديث عن التدابير المتخذة سواء على مستوى توفير الأمكنة اللي ممكن أنها هي تكون عم تقدم خدمات لها الفئة اللي حقيقة يعني حتكون يمكن لأول مرة عم نضطر أنه نحن نعالج حالات هي بتتعلق بموضوع تجنيد الأطفال. ما ظهرت هاي الحالات لسه لحتى نعالجها اجتماعيا، ولكن من باب الحرص على التدابير الاستباقية عم نحاول نكون بها الجاهزية. أيضا موضوع الخطة الوطنية لكيفية التعاطي، كيفية إدارة الحالات، كله هذا بيدخل ضمن الجهود الحكومية لمحاولة التحضر الباكر لحتى تقدر أن تكون حاضنة لها الحالات. لابد من وجود خطة عمل تكون هي الوعاء اللي بده يحتوي كل الأنشطة والأشغال يلي بتتعلق بهذا الموضوع، حتى تطلع أكثر اتساق وأكثر فعالية ومنهجية للقضاء على هي الظاهرة وخدمة الأطفال بإعادة إدماجهم في المجتمع. الإعلام التنموي اليوم معول عليه في كثير قضايا، والإعلام هو الأساس في نشر الوعي. الإعلام ليس منوط فقط في نقل تغطية الأخبار أو الاقتصار على الفعاليات معينة، لا، إنما دور الإعلام هو التوعية. الأساس في كل عمل هو التوعية، وبناء قدرات الإعلاميين يتطلب تدريب مستمر، يتطلب التلقاء مع الإعلاميين، إعطاؤهم آخر المعلومات، شو تم، شو الخطط، شو الاستراتيجيات، لأنه أي خطة بيتم عقدها أو تنفيذ لا ترى النور إلا من خلال وسائل الإعلام. بعد دخول المجموعات الإرهابية المسلحة إلى بعض المناطق، عملت على تجنيد الأطفال باعتبار الأطفال هن الفئة الهشة أو الفئة القابلة للاستقطاب، إن كان بالإكراه أو بالضغط أو بالترغيب كما حصل في بعض المناطق. فصار في عنا عمليات تجنيد أطفال في هذه المناطق، وفي تقارير دورية بتشير لازدياد أو تورط المجموعات الإرهابية على اختلاف مسمياتها وأشكال الموجودة في أراضي الجمهورية العربية السورية في موضوع تجنيد الأطفال. لذلك كان لزاما أنه يتدخل مشرعنا كالعادة ويصدر قانون خاص بالتجنيد. تم إلقاء عدة محاضرات تحدثت عن حجم المشكلة والجهود الوطنية والخطط الموضوعة لمناهضة هذه الظاهرة، وذلك بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.
اجتماع للجنة برمجة نشاطات دار الأسد للثقافة والفنون لعام 2017 في دار الأسد للثقافة والفنون. الاجتماع جمع مختصين بالشأن الثقافي. اختتم في دار الأسد للثقافة والفنون اجتماع لجنة برمجة نشاطات الدار لعام 2017، والذي جمع المختصون بالشأن الثقافي مع لجنة رئيسية من قبل دار الأسد للثقافة والفنون. فهذه اللجنة بحكم اختصاصها المهني عموما والفني درسنا هذه الطلبات الموجودة عندنا على مدى 4 أيام، وكانت خلصنا إلى نتائج يعني حقيقة يعني صارت جاهزة بكل الأحوال. كان بحس كتير ضروري ومهم أنه هذه الدار وهذا العنوان الكبير وهذا الاسم الكبير دار الأسد للثقافة والفنون بتصور يعني يجب أن تكون كل الأعمال التي تقدم على صالات هذه الدار أن ترتقي إلى هذا المستوى، مستوى الاسم أساسا. والأمر الآخر يعني حريصين كل الحرص يعني على السوية الفنية والثقافية تتمتع فيها الدار، مشان هيك لازم تكون العروض بهذه السوية، إضافة لأنه هي الصرح الحضاري اللي بنشوف حالنا فيها، هي أيقونة من 5 أيقونات موجودة في هذا الكوكب. أهم قرارات صارت أولا النوعية المميزة للعروض، ثاني شيء إيجاد لجنة مشاهدة، يعني نحن حتى العروض اللي قبلناها ستشاهد من قبل لجنة قبل بيوم من العرض، ويحق له اللجنة إيقاف هذا العرض إذا حسوا أنه لا يليق في دار الأسد للثقافة والفنون. أيضا في لجنة أخرى هي لجنة متابعة أو تقييم، هي رح تحضر العرض ورح تشوف أنه يا ترى هذا العرض هل يحق له في العام القادم 2018 أن يشارك أم لا. هذه أهم قرارين صدروا. أيضا في قرار اتفقنا عليه كلياتنا بعد اشتباكات عنيفة بين بعض، اتفقنا نضل إيد واحدة ونضل بقرار واحد، وسندافع عن هذه الدار وعن تراثها، وأنا لذلك سميتهم حراس الدار. جهود مكثفة وعمل منظم من أجل الحفاظ على ما يقدم من عروض ثقافية مختلفة ضمن هذا الصرح الثقافي، أحد أيقونات الثقافة السورية. لقاء محافظ الحسكة مع ممثلي مكاتب المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في المحافظة لبحث سبل تعزيز التعاون في المجال الإغاثي والإنساني. بحث سبل تعزيز التعاون في المجال الإغاثي والإنساني وما تم إنجازه والقادم من الخطط الإغاثية كان الملف الحاضر خلال لقاء محافظ الحسكة اللواء جايز الحمود الموسى ممثلي مكاتب المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في المحافظة. الموسى أشار إلى أهمية تعزيز استمرارية التعاون بين الجهات المعنية في محافظة الحسكة والمنظمات الدولية، لا سيما في جانب المساعدات الغذائية وغير الغذائية وتقديم المعونة المختلفة للمؤسسات الخدمية. سوريا بخير ولا زالت بخير، واقتصادها بأكثر حالاته بعد 6 سنوات، منها 4 سنين عجاف ما فيها مطر، اقتصادنا قوي، سياستنا أقوى، عسكرتنا أقوى، نجحنا أكيد بشعبنا وجيشنا، فنحن منتصرون إذن اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، وهذا الثبات يدل على ثبات الشعب في مكانه، بالإضافة إلى المساعدات التي تأتي من المنظمات الدولية. تم اليوم اللقاء التنسيقي مع السيد المحافظ بحضور جميع رؤساء مكاتب المنظمات الدولية بمحافظة الحسكة. هذا الاجتماع يعقد بشكل دوري لتنسيق الجهود الإغاثية في المحافظة. تم تقديم شرح موجز عن الخدمات والمساعدات والمشاريع التي يقدمها أو تقدمها المنظمات الأمم المتحدة بالتشارك والتعاون مع الجمعيات المحلية منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وأيضا جهات الحكومية الموجودة ضمن المحافظة. أيضا تم مناقشة موضوع إيصال المساعدات للمناطق التي أصبحت سهلة الوصول من محافظة الحسكة إلى شمال الرقة وأيضا دير الزور بالمستقبل إن شاء الله. هذا اليوم التقى السيد محافظ الحسكة بوكالات الأمم المتحدة العاملة بالمحافظة لبيان حاجة المحافظة وواقعها المعيشي، الحالة المعيشية والاجتماعية، وبيان احتياجاتها كونها هي المحافظة الآمنة لكافة الوافدين لهذه المحافظة، وأيضا هناك لاجئين عراقيين بهذه المحافظة، فبين مدى الحاجة
والطلب من كافة المنظمات المساعدات على كافة الأصعدة والجوانب سواء كانت الصحية أو التعليمية. تم التفاهم على آلية العمل وحسب متطلبات المحافظة، وكان العمل إيجابي جدا خلال هذا اللقاء وتوضيح سبل تحقيق كل أهداف المنظمات وخاصة الهلال الأحمر بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية. روبن ألكسندريان مدير مكتب مفوضية شؤون اللاجئين أشار أن المكتب قدم خلال العام الحالي خدمات غير غذائية تضمنت الخيم وفرشات النوم والبطانيات وغيرها لنحو 40,000 وافد من الداخل والخارج، إضافة إلى 20,000 لاجئ عراقي، مشيرا إلى أن المكتب رصد مبلغ $1,000,000 لاستكمال تقديم المساعدات غير الغذائية للأسر اللاجئة والوافدة إلى محافظة الحسكة خلال العام القادم. الجمعية السورية لدعم أسر الشهداء تموز بالتعاون مع محافظة حماة تكرم 400 شخص من أسر الشهداء بالمحافظة. تكريما وتخليدا لأرواح من ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداء للوطن، كرمت الجمعية السورية لدعم أسر الشهداء تموز بالتعاون مع محافظة حماة 400 شخص من أسر الشهداء بالمحافظة، وذلك على مدرج دار الأسد للثقافة بحماة بحضور مصطفى سكري أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي والدكتور محمد الحزوري محافظ حماة. نحن كجمعية أهلية اليوم من واجبنا نوقف مع حكومتنا ودولتنا بمساعدة هدول العائلات الأبطال اللي قدموا دمهم لحتى نبقى. نحن اليوم عم نمثل توجهات السيد الرئيس بتعاضد المجتمع الأهلي والمجتمع المدني مع الدولة والحكومة لحتى نرتقي ولحتى ننهض من هالأزمة اللي عم نمر فيها إن شاء الله قريبا. ذوي الشهداء عبروا عن فخرهم واعتزازهم بشهادة أبنائهم، مؤكدين أن من يستشهد من أجل حماية وطنه ورفع رايته وعزته وكرامته يستحق أرفع الدرجات وأغلى الأوسمة. حابين نقول إنه إن شاء الله سوريا عطول منتصرة، وأرواح شهدائنا اللي راحت ما راحت هيك هدر، راح تضل قدمت تضحيات كبيرة ليعيشوا لأولادهم بأحسن وخالي من الإرهاب إن شاء الله. الله يحمي جميع الشهداء وإن شاء الله بيرجعوا بيشوفوا أولادهم وأهليهم والله يقويهم وتتحرر سوريا على أيدهم. الله يخلينا سوريا والله يحمي الجيش والله ينصر سوريا على كل الأعداء. الله يرحم جميع الشهداء بكل أرجاء الوطن وإن شاء الله تحولنا بإذن الله. ألف ألف تحية من قلبنا وألف ألف تحية من أولادنا ومن أطفالنا، ونتمنى نكون معنا نحن كشهداء كأولادنا اللي راح شهداء فدي هالوطن. وخلال حفل التكريم تم عرض فيلم سينمائي بعنوان وعد شرف، وهو من إنتاج الجمعية السورية لدعم أسر الشهداء وأخرج باسل الخطيب، حيث جسد الفيلم قيم التضحية والشهادة والوفاء لدى رجال الجيش العربي السوري. يذكر أن جمعية رعاية أسر الشهداء تموز تأسست في كانون الثاني من عام 2012، وتسهم في تقديم كل أشكال الدعم في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والتعليمية والتربوية والرعاية الصحية والدعم النفسي لأسر وذوي الشهداء في المحافظات. جولة لمحافظ حمص تفقدية شملت عددا من المؤسسات التعليمية والسياحية والإدارية والأثرية في مدينة تدمر، وذلك برفقة عدد من مديري الدوائر الخدمية. في إطار متابعة تفقد الواقع الخدمي والسياحي في مدينة تدمر، قام محافظ حمص طلال البرازي بجولة تفقدية شملت عددا من المؤسسات التعليمية والسياحية والإدارية والأثرية في المدينة، يرافقه عدد من مديري الدوائر الخدمية. المحافظ اطلع على الواقع التعليمي في مدرستي الملك أذينة وهدى الشعراوي، كما اطلع على مبنى مديرية السياحة بتدمر والذي تعرض للتخريب وتفقد واقع العمل في المتحف الوطني. جملة من الخدمات الفنية بحاجة إلى الدعم من الجهات المعنية سواء في قطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات. سيكون هناك خطة متكاملة مع مجلس المدينة من أجل وضع برنامج زمني
ربعي كل 3 أشهر وكل 6 أشهر يعاد تقييمه من أجل تحقيق كل متطلبات الحياة الطبيعية في مدينة تدمر. البدء بنشاطات معينة للتحضير لوفود ومجموعات سياحية تأم تدمر خلال الفترة القادمة إن شاء الله، ومن المواقع المدينة الأثرية التي سيتم التنسيق مع دائرة أثار حمص والمديرية العامة للأثار والمتاحف لإعادة كل ما يتعلق من خدمات وبنى متعلقة بتأهيلها وإعادة نشاطها من جديد. طبعا منذ أن تم تحرير مدينة تدمر قامت ورشات وزارة الكهرباء بالعمل على تأهيل الشبكة الكهربائية لعودة خدمة الكهرباء إلى المدينة، حيث كانت أجل الشبكة مدمرة بشكل شبه كامل. طبعا نحن وفق عودة المواطنين وتأهيل المقرات تم تأهيل الشبكة الكهربائية. هناك تحسن ملحوظ في مجال المياه، يعني ما تم إضافته حاليا هو تشغيل 4 آبار في منطقة العمي. التشغيل يتم حاليا عن طريق الديزل، ويتم تنسيق مع محافظة حمص ومديرية الكهرباء لإيصال الكهرباء إلى المنطقة. في حال وصول الكهرباء إلى منطقة العمي يمكننا تشغيل الطاقة الكاملة طبعا لمدينة تدمر. جميع مرافق الحياة قد عادت إلى مدينة تدمر وانطلقت، ومنها العملية التعليمية التعلمية فلقد انطلقت بشكل جيد. عدد التلاميذ والطلاب لدينا 568 تلميذ وطالب، مدرستين تعملان بأقصى طاقتهما، المستلزمات التعليمية أمنت لهما، الكتاب المدرسي مؤمن، البناء المدرسي أعيد صيانته وترميمه بشكل جيد ورائع. كما التقى الوفد عددا من عمال النظافة الذين ينفذون حملة نظافة في مختلف شوارع المدينة، وتم عرض المخطط التنظيمي لمدينة تدمر الذي تم تنفيذه بالتعاون مع كوادر جامعة البعث بهدف تنظيم العمران بالمدينة وتفعيل مختلف النشاطات السياحية والتراثية والثقافية من خلال إقامة معارض تراثية ومطاعم وتطوير الحرف اليدوية والتراثية. في حمص أيضا ها هي الحياة تعود شيئا فشيئا إلى كنيسة سيدة السلام بعد أن بدأت أعمال الترميم فيها عقب الأذى الذي لحق بها من قبل الإرهاب الهمجي. أيام قليلة ويحل عيد الميلاد المجيد، عيد السلام والمحبة يحل على سوريا في وقت يخط رجال الجيش العربي السوري انتصارات جديدة في الميدان. وها هي الحياة تعود شيئا فشيئا إلى كنيسة سيدة السلام في حمص بعد أن بدأت أعمال الترميم فيها، حيث أقيم في كاتدرائية سيدة السلام للروم الكاثوليك بحي بستان الديوان في حمص القديمة احتفال بانتهاء المرحلة الأولى من ترميم الكنيسة التي حاول الإرهاب التكفيري تدميرها، وذلك بحضور السفير البابوي بدمشق الكاردينال ماريو زيناري والبطريرك غريغوريوس الثالث لحام بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ومحافظ حمص طلال البرازي وعمار السباعي أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي وفعاليات دي وشعبية. سنشهد الكثير من عودة للحياة في معظم أرجاء مدينة حمص القديمة، سواء للكنائس أو الأديرة أو المساجد أو للأوابد التاريخية والأثرية والمنشآت الاقتصادية، وستستمر عملية العودة وإعادة البناء إلى كل معالم مدينة حمص القديمة. رمز اليوم أننا هذه الكنيسة سيدة السلام، حلو أن تكون تبدأ فيها الإعمار لتكون رسالة السلام إلى كل سوريا. واليوم أنا مررت بشوارع مصر حمص، كنا أبدا بطارق المطار اللي مرينا فيها ما قدرنا نمشي على الأرض، كنا ماشي على الدمار وعلى الرماد وعلى الحجارة، والآن الطرق نظيفة والبيوت شوي شوي عم ترجع، في عمار كنائس، في عمار جوامع، في عوامع بيوت، وهذا ليس فقط ورشة حمص بل ورشة كل سوريا. لقد تضررت ودمر الكثير من الكنائس ودور العبادة والمستشفيات والمدارس ومنازل الناس، إلا أننا مع التضامن الدولي الذي نكن له كل المعروف والذي سوف يساهم في بناء ما دمر. كنيسة حمص اللي هلأ نحن عم نحتفل بترميم القسم الأول لإلها هي رمز لكل سوريا،
يلي انجرحت ولكن بينت وأظهرت حالة أنه هي تقوى على الصعاب وهي تنتصر على الإرهاب. تخلل الاحتفال عدد من الترانيم قدمتها فرقة كورال السيدة العذراء بحمص وفرقة كورال أطفال يبرود، كما تم إهداء السفير البابوي أيقونة سيدة السلام. بدء عرض الفيلم السينمائي رد القضاء الذي يحكي قصة حصار سجن حلب المركزي للمخرج نجدة إسماعيل أنزور ومن إنتاج المؤسسة العامة للسينما. بدأ في محافظة طرطوس عرض الفيلم السينمائي رد القضاء حصار سجن حلب المركزي للمخرج نجدة إسماعيل أنزور ومن إنتاج المؤسسة العامة للسينما بالتعاون مع مجموعة القاطرجي، وذلك في صالة سينما الكندي بالمدينة بحضور فعاليات رسمية وأهلية. يتزامن عرض هذا الفيلم مع انتصارات جيشنا العربي السوري في مدينة حلب وعلى كل المساحة السورية، وهذا الفيلم مثل ما بتعرف بيحكي عن حصار سجن حلب المركزي ويسطر البطولات اللي فعلا قاموا فيها عناصر قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري. وبهذا الفيلم قدمنا نموذج عن الإنسان السوري المتمسك بأرضه، المتمسك بعقيدته ضد هذا الفكر الإرهابي التكفيري اللي عم يحاول يغير وجه المنطقة. الجنود الذين صمدوا يمثلوا كل السوريين قيادة وشعبا وجيشا، لأنهم هم عينة، هذه العينة تمثل الأباء والأجداد وتاريخ وحضارات سوريا التي نعتز ونفتخر بها. لذلك نحن ننتصر بهؤلاء وصمود هؤلاء لسوريا. هذا التوثيق الثقافي والإعلامي مهم جدا للأجيال القادمة، حتى الأجيال القادمة في سوريا تعرف بطولات الجيش العربي السوري من جهة، ومن جهة ثانية تؤرخ لهذا الإرهاب ماذا فعل في سوريا وفي مؤسسات سوريا. نقل ما حدث في سجن حلب المركزي والمقاومة اللي والصمود اللي أبداها أبطال جيشنا السوري، اللي هو نموذج عن البطولات اللي بتسطر خلال هالست سنوات واللي بتنقل للعالم صوت وصورة. الفيلم يسلط الضوء على ما جرى فعلا في سجن حلب المركزي وما قام به السجناء من الدفاع عنه ورجال الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي من بطولات تعبر عن الوحدة الوطنية، وهي نموذج للعديد من البطولات التي تسطر يوميا على أرض سوريا، ليكون رد القضاء غيضا منفيض مما حدث فيها. فيلم بيحكي عن مرحلة صمدت فيها رجال وأشباه الآلهة ضمن سجن حلب لحتى مرحلة التحرير. فيلم بيجسد حقيقة الإنسان اللي صمد وصمود وجودي، هو توثيق للمرحلة اللي احنا فيها، للحرب الموجودين فيها، وأكيد الفيلم هو توثيق للفترة اللي كان فيها سجن حلب المركزي محاصر. يعني هذا الفيلم فرصة لنصدر المعلومة ونفرجي الناس شو حقيقة والواقع اللي كان عم يصير، ونفرجيهم بطولات الجيش العربي السوري واستبسالهم في سبيل يعني صد العدوان وتحرير سوريا من العدوان. عرض هيك أفلام بيعزز القيم المجتمعية اللي تربينا عليها، هي مصلحة الوطن قبل مصلحة الأفراد، وتعبير حقيقي على تمسك المواطن العربي السوري بوطنه. ضروري توثيق هالمرحلة وهالصمود للأجيال القادمة بما أنه هو صمود أسطوري للحاضر والمستقبل. يعني يعتبر هذا الفيلم أضخم فيلم أنتجته مؤسسة السينما في تاريخ سوريا، وهو عمل ملحمي بامتياز بأحداثه وقصصه والتفصيلات المشهدية وتنوع أمكنة التصوير، وهو بذلك ينقل توجه وزارة الثقافة في تقديم منتج ثقافي في مواجهة الفكر التكفيري المتطرف، وسيجسد ذاكرة ستبقى للأجيال القادمة رمزاً للصمود الأسطوري الذي حدث في سوريا.